سيبك من التنمر وسيبك من تلبيس الموضوعات ومحاسبتك على ما لا تفعل. التحكيم والناس دلوقتي بتتكلم بشكل مباشر لو في عدل. الكلمة اللي دايما وأبدا أسمعها من بعض الناس لو في عدل. لو في عدل. هوريكم جدول دلوقتي آخر 5 سنين في المباريات مين أكثر حصولا على ضربات الجزاء. بقول لكم ليست واحدة ولا اثنين، 5. 5 في عين العدو. 5 وخميسة يا باشمهندس حصاد ضربات الجزاء طوال هذه السنوات الخمس. مين الأول ومين الأعلى حصولا على ضربات الجزاء؟ بالرسم البيان هو قدامكم. الزمالك الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في الدوري المصري آخر 5 سنوات. الزمالك 54 ضربة، المقصة 47، المصري 44، بيراميدز 41، طلائع الجيش 39، والأهلي اللي الحكام بيجاملوه واللي بياخد بطولاته بالحكام واللي الناس كلها بتسنده 38 ضربة جزاء، بينما الزمالك 54 ضربة جزاء. 54 مقابل 38. يعملوا ايه في نتائج الماتشات دي؟ دول فقط مع بعض كده في السنوات الخمس الأخيرة. طيب جدول تاني على موسم السنة دي، ما دام احنا أولاد النهاردة وما دام التحكيم بيجامل الأهلي، ايه حساب ضربات الجزاء لغاية دلوقتي؟ الأهلي طبعا كلكم عارفين ما لعبش مباريات قد الزمالك، الأهلي لعب 19 مباراة والزمالك وبقية الأندية لعبت 22 مباراة. أنتوا متخيلين إن الأهلي تقريبا في الجدول آخر 3 فرق حصولا على ضربات الجزاء. الأهلي يتحسب له 3 ضربات جزاء فقط السنة دي في 19 مباراة، ويتحسب عليه 2 ضربات، يعني 3-2، يعني مالكش عندي حاجة كتيرة. 3-2، الأهلي له 3 ضربات جزاء وعليه 2 ضربات. الأهلي اللي بيتجامل، الأهلي اللي بياخد بطولات بالحكام، الأهلي اللي هو عشان بياخد عشان مفيش عدل. عايز العدل إيه أكتر من إن الزمالك؟ برضو أنا أناشد الجماهير بكافة انتماءاتها تاخد الجداول دي وتحللها وتخرج بالقناعات اللي هي عايزاها. يعني الاهلي تحسب له 3 ضربات جزاء وبيتجامل، بينما الزمالك تحسب له 9 ضربات جزاء، 3 اضعافك والاهلي بيتجامل. الزمالك تحسب عليه 3 ضربات جزاء والاهلي تحسب عليه 2 ضربات، بس الاهلي لعب اقل. ده جدول يا جماعه يبين لكم بالظبط حجم ضربات الجزاء السنه دي كانت عامله ازاي. لكن اللي وصل الامور لهذا الحد هنعرض مع حضراتكم سريعا التحكيم السنه دي عمل ايه مع النادي الاهلي، اللي عشان الاهلي لما وصلت بيه المساله انه يقول عايز حكام اجانب لمبارياتي كان بسبب الحقائق اللي انتوا هتشوفوها، مش من فراغ. التحكيم السنه دي بيضيع على النادي الاهلي 9 نقاط مباشره، في 9 نقط بإجماع الخبراء والفقهاء، 9 نقاط يا باشمهندس ضاعوا على الأهلي. أنت كان ناقص بسبب الحكام، ناقص الجداول الموضوعية دي حاجتين. أنت حسبت اللي اتحسب عليك واللي اتحسب ليك لكل الأندية. كان ينبغي أن يكون في جدول ثالث اللي المفروض كان يتحسب لك ليك وعليك، هو ده اللي بيبين الصفارة ماشية إزاي. طيب هوريها لك صوت وصورة. وريها لي. البداية الأهلي 2 نقط يضيعوا قدام دجلة، الحكم أحمد الغندور، المباراة انتهت 0-0. ليه انتهت 0-0؟ لأنه ضربة جزاء لبيكهام صريحة لم تحتسب. وهنا احنا هنشتغل مع بعض على رأي المشايخ بالدليل النقلي والعقلي، مش هنقول رأينا لكن أيوة. نقلا عن من فضلك عايزين أدلة. أيوة نقلا عن خبراء التحكيم. كابتن احمد الغندور ادار هذه المباراه، الاهلي تعادل، ضاعوا 2 نقطة، ضربه جزاء لم تحتسب. هنشوف الفيديو بتاعها. ويعني عايز اقف حاجه هنا، الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى
يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء، كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ الخطا موجود وضربه جزاء لم تحتسب، ادي نقطتين. طيب لاعب الاهلي مع البنك احتمالتين يعني الضربه يا تيجي يا ما تجيش، ضربه جزاء لم تحتسب. الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي، الحكم محمد سلامه، انتهت 0-0. هدف صحيح وصريح لايمن اشرف اتلغى، والراي او المسؤوليه على الخبير. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره، لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه؟ اهي لا هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص. ما هو دي قتلت بحثا واتحسبت بعد كده جوه مصر وبره مصر اهداف، والراي صحيح. ادي نقطتين. الاهلي بيلعب مع بيراميدز، الحكم جهاد جريشه، ضربه جزاء لمحمد شريف والغاء هدف صحيح لبواليا والعهده على الراوي. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره، اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركله جزاء واضحه. نشوف الهدف اللي احرزه النادي الاهلي، وكان في طلع مع حارس مرمى نادي بيراميدز والكره وقعت، وبعد كده طبعا جهاد شاف الكره بشكل ممتاز، نزلت راح حسبها جول. ايه رايك مبدئيا عشان عندي سؤالين، ايه رايك في الهدف ده، سليم ولا لا؟ انا شايفه هدف صحيح. هدف سليم. وانت شايفه معايا ايه؟ لا انا شايفه هدف سليم. طيب وادي نقطتين. الاهلي بيلعب مع غزل المحله، الحكم بيتغاضى، اولا بيحسب هدف غير صحيح للمحله ويتغاضى عن طرد للاعب المحله بعد عرقله محمد شريف باجماع الاراء زي ما هنشوفها. نشوف بعد كده هدف المحله. نعم. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهه فاول فيه. ادي اللعبه 42 رجلهم بيلعبوا الكوره مع بعض، الفاول مش موجود. نعم رامي ربيع خد الكوره، خد الكوره يعني الاثنين مع بعض عندهم فرصه. نعم. في لعب الكوره هنا بقى دي لعبه محمد هاني. نشوف بقى اللاعب هنا، بص اللاعب بص الرجل بقت فين. اللي انا اقدر اقول عليها في دوسه على الرجل الشمال. لا القدم سيخ من الدوسه. القدم هنا كمان القدم لما نرجع كده. نعم. يا كابتن احمد معلش. نعم. نعم. القدم هنا لقدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو. نعم. خلاص حط قدمه. نعم. امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه. نعم. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني خلاص. نعم. محمد هاني لازم يسقط. أي. بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. نشوف بقى الحاله اللي هنا ضربه جزاء لم تحتسب. طبعا ركله جزاء. نعم. لم تحتسب. نيجي بعد كده الحاله بتاعه فتح الله لاعب المحله، دي لحظه حدوث المخالفه. نعم. عشان ادي اعتبارات الفرصه المحققه، السيطره، المواجهه، المسافه للمرمى. نعم. الحاجات دي كلها موجوده، عدد المدافعين. نعم. وخلاص مفيش حد قدامه. نعم. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. نعم. اي مخالفه تمنع فرصه محققه لاحراز هدف خارج. نعم. منطقه الجزاء كارت احمر. نعم. شوف احنا الماتش ده كلنا استاذ ابراهيم كنا مستائين من اداء الاهلي. فلم نتوقف كثيرا امام الكارثه التحكيميه اللي حصلت. لانك انت ليك ضربه جزاء مؤكده. ليك طرد للاعيب اهم واحد تقريبا في فريق غزل المحله المدافع وهدف احتسب نتيجه. وبعدين ضربه جزاء، ضربه خطا وهمي، يعني ازاي الحكم اللي صفر على دي فاول؟ مفيش اي تلامس فيها، ده رامي لعب الكوره اصفرت عن هدف. اللي حسب دي ما يحسبش بعديها ضربه جزاء مؤكده بالمنظر ده ولا طرد بالمنظر ده. وده لا رايي ولا رايك ولا راي الشناوي يا بس. اخي دي ايه راي كمان الكابتن سمير عثمان؟ بص على رجل المدافع، اما نيجي نبص على رجل المدافع نادي المحله هتلاقيها دايسه على قدم مهاجم النادي الاهلي محمد هاني. تمام. وبعد كده في الالتحام اللي جاي بالفخذة من فوق. التحام طبيعي، بس لكن في خطا اللي هي ضعف قدم لعيب نادي المحله للعيب نادي الاهلي، زي اللقطه اللي في الفيديو احنا شايفينها دلوقتي. عارف الخبطه دي اللي دعت الرجل دي هي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده مكمل فيه. يعني ضربه، يعني ضربه جزاء، ضربه جزاء كان لازم حكم الفيديو لازم معروف يشوفها، كان لازم ده حق اصيل لحكم المباراه ان حكم الفيديو يستدعي الكره زي دي. امال احنا عاملين فيديو ليه؟
تعال شوفها، يقول طيب. معروف تعال شوف الكرة دي. طيب دي الكرة الأولانية ضربة جزاء، الثانية تستحق طرد؟ الثانية بقى أنا متفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض يا كابتن. الفرصة المحققة، عناصر الفرصة المحققة كلهم موجودين، العناصر كلها موجودين. هنا محمد معروف احتسب القرار التمرير خطأ، بس هنا برضه ارجع تاني حكم الفيديو كان لازم يناديه عشان يقول له لا تعالى بص عليها العناصر موجودة في عناصر الفرصة المحققة، يبقى لازم كارت أحمر مش كارت أصفر. يعني مباراة بيجي هدف فيك من فاول وهمي تخسر بسببه، طرد اولا ضربه جزاء كانت فرصه محققه لتحقيق التعادل لم تحتسب لصالحك، طرد مؤثر على المباراه من الناحيه الفنيه لم تحصل عليه، فانت بتخسر ثلاثة بونت يا سيدي، 2 بونت لو انتهى الماتش بالتعادل. هذا كلام ممكن يخسر وتجي لك ضربه. اولا الجون ليه بقول التعادل؟ لان مش مفروض الهدف ده كان يجي، لان خطا وهمي، خطا وهمي، فانت كنت هتكسب يا افرض كل البنالتي جه وضيعته والطرد جه وما استفدتش منه، فيا بنتين يا ثلاثه في مباراه انت يعني هو قال لك كان مفروض معروف يحسبها. معروف عارف مشكله معروف ايه؟ محمد معروف سيبكوا برضو من الانتماءات لان انا مش ميال للتصنيف ده، بس كمان مشكلته في عدم توحيد معاييره. نفس الحكم ده محمد معروف اللي ما حسبش ضربه الجزاء بتاعه الاهلي ولا راح للفار ولا عبر حد، الماتش اللي بعديه بيحكم ماتش للمقاولين في نفس الخطا بنفس الشكل، يعني هنا ما اداش محمد شريف ديت، يوم في مباراه للمقاولين بعديها نفس الحكم يصفر عليها بعد ما رجع للفار. طب انت ليه ما كنتش، هو الفار مش ملوش علاقه بالاهلي؟ هو الفار ده اهو ادي الخطا اللي حسبه للمقاولين، نفس الميله بنفس الزقه بنفس الدفعه وتقريبا في نفس المكان مع اختلاف، ده حتى ما فيش رجل، يعني هنا كان ايده رجل هنا ما فيش رجل. هي دي بقى اللي احنا بنتكلم على توحيد المعايير، دي تتحسب ودي ما تتحسبش. لا هي في رجل اهي، وبعدين يتقال لك اصله عشان الاهلي، واصله لو في عداله، في عداله؟ انت بتتكلم بجد؟ في عداله؟ العدل مش انا قلت لك هو ده العدل؟ مش انا بقول لك، قلت لك لو في عداله كان الاهلي مرتاح جدا دلوقتي في الجدول؟ لا طبعا، لو في عداله. عارف انت ضايع عليك 9 نقاط، المنافس المباشر المحترم الشقيق الكبير الزمالك استفاد باخطاء التحكيم 6 نقاط وتاهل في كاس مصر، يعني استمر في بطوله وست نقاط استفاد بيهم بسبب أخطاء الحكام بشكل واضح ومثبت أيضا. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، الحكم محمد عادل، النتيجة 1-1، الحكم عمل إيه؟ هدف صحيح لبيراميدز ألغاه الحكم، ونشوف الفيديو. بالنسبة لي الكرة دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهة نظر أنا طبقا بتاع. خلي بالك لعيب نادي الزمالك لما ادينا خط كده هتلاقيه ده يعتبر موازي داخل الست يارده، انما في الكوره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان في موقف سليم. يعني وهنا انا بناقش المقوله بتاعت الاستاذ احمد مجاهد لما كان بيقول لك انا هجيب حكام مصريين لان في فار، ما هو الفار احنا ما بنشوفوش بيتدخل في كل الاحوال وما بنشوفوش قراراته موحده. ها دي تتحسب كده؟ الفار ما بيحبش الاهلي خالص، بيخلي الفار يلعب في عبي. طيب الزمالك بيلعب مع انبي مش في عبي، الزمالك بيلعب مع انبي والحكم محمد الصباحي، الزمالك فاز 2-1 لكن ضربه جزاء لم تحتسب لانبي باتفاق الاراء. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه، بس هنا الحدث حدث الخطا، الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها، ركله جزاء غير محتسبه لصالح فريق ام بي، ودي كانت في الشوط الاولاني والحكم واقف وزاويه الرؤيه. يا اخوانا احنا لما بنتكلم بنقول انت نفس الحكم اللي ما حسبتش دي حسبت دي، انت نفس الحكم اللي كل الناس بتقول لك ما طردتش، انت نفس الحكم اللي اختلال المعايير هو. وبعدين مين اللي عمال يستفيد دلوقتي؟ الاهلي اللي بيتجامل
يعني الاحصائيات بتقول ايه؟ انت عارف يعني 9 نقاط ضد الاهلي يضيعوا من الاهلي وست نقاط يستفيد منهم الزمالك، معناها ان الاهلي يتضرر بشكل مباشر ب 15 نقطه لانه ده المنافس المباشر بتاعه. 15 نقطه. ما انا بقول لك كان خلصت. ضيعت عليا 9 واديت المنافس 6. كانت الليله خلصت. بس ما فيش عدل. اه كله في اتجاه الاهلي. بقول لك احنا مش عايزين الا العدل. يا ريت. على فكره اخطر دعوه. طيب يا رب العدل يتحقق. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، حكم جهاد جريشه، النتيجه خلصت 1-1. طارق حامد حصانه ضد الطرد، الحكم احتساب ضربه جزاء غير صحيحه للزمالك، وطبعا كالعاده يعني دائما التغاضي عن طارق حامد وطرده. يبقى في الماتش ده في ضربة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك وتغاضي عن طرد، وضربة جزاء صحيحة لم تحتسب وتغاضي عن طرد. ونشوف الفيديو. نشوف لعيب نادي الزمالك عمل ايه مع عبد الله السعيد، وهو بيروح عبد الله السعيد بيروح بيستلم الكرة، هنلاقي كوع عبد الله السعيد في رقبة عبد الله السعيد طارق في طارق حامد. طبعا دي الكرة بالشكل ده على اقل حاجة بقى فيه تهور وبانذار. نيجي للحالة اللي بعد كده، حالة مهمة جدا في المباراة، احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك. طيب هنشوف في ركلة جزاء ولا، ونسأل بعض الأسئلة. الكرة جت في إيد لعيب نادي بيراميدز، مظبوط؟ حلو. أما نيجي نشوف دي أفضل زاوية الكرة جاية، أوكي؟ هنوقف الكرة، بس نوقف هنا. الكرة كابتن أيمن جت في إيده، صح؟ جت في إيده واضحة. طيب لو شلنا الإيد دي الكرة هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. تمام. يعني مش ضربه جزاء من وجهه نظري انا، طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبر الجسم، الايد داخل الجسم. ضربه جزاء غير صحيحه، ده كابتن سمير عثمان. طب ما يمكن راي فردي، ما نشوف راي كابتن الشناوي عن نفس الواقعه. الايد بتاعت لاعب نادي بيراميدز هل الايد شكلها بالوضع ده مكبره جسمه ولا في الجسم الطبيعي؟ مش مكبرة. اذا النهارده بدليل ان الايد دي لو اتشالت الكرة هتخبط فين؟ في جسمه. يبقى اذا النهارده الايد اصبحت يعني اتاتشت ملاصقة واصبحت جزء من الجسم وليس مكبرة للجسم. طيب يعني 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 الكرة ديت المفروض ان هي مش ضربة جزاء؟ مش ركلة جزاء. مش ضربة جزاء اصلا. لعبة طارق حامد. يعني اللعبة لابد اولا التهور موجود. القوة النهارده الشكل بتاع ايد طارق حامد هو ولا دفاعي ولا ايد؟ شكله ايه دلوقتي قدامنا؟ قول انا ايده بيدخل بالشكل ده بقى كوع بقى خلاص يعني شيء. طب شوف ايده وظبط متصدرها ازاي للاعب بالشكل. ايوه ده لازم هنا، وهو كان معاه بطاقه صفراء اولى، اقل شيء ان يكون في انذار، اقل شيء لكن يعني مش عايز اقول لك، والطرد يعني الكارت الاحمر يبقى كمان موجود. طيب هيطرد طارق حامد ازاي؟ طب بتكلم ازاي يا كابتن شناوي؟ طب ده راي كابتن شناوي وراي كابتن سمير عثمان، ايه رايكم عن هذه الواقعه نفسها في قناه الزمالك والكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ عشان نكون مش متجنين على حد، والراي شاهد شاهد من اهلها. اهي انا بتحرك عادي، هو كابتن كده اهي. ايوه الكره اهي، شفتها اهي، انا هي كابتن اهو. أيوة شفتها. ايوه يا خالد ممكن اسحب ايدي يا خالد. ما بص هي كابتن اهي، بص بقى عايز تسحب بقى ايديك، احنا بنتكلم هنا اهو، هي كابتن انا شايفها قدامي اهو. ما انا عينيا على الكوره، ما انا عارف ان انا شايفها، انا عارف ان انا شايفها يا كابتن. ده جاي مقصده في ايده يا خالد، مقصوده يعني. وجهه نظرك واحترمها. انت شايف انها مش مقصوده؟ لا خالص. ايوه هو ممكن، اولا انا شايفها، بس السرعه بتاعت الكوره ممكن ما تخليش اتصرف. ثانيا انا لو حركت ايدي ده هنا يبقى كبرت جسمي، ده هو عشان ما حركش ايده وفضلت في حيز جسمه. الناس بتقول مش ضربه جزاء. باختصار يعني، باختصار احنا عمالين وده اللي انا كان نفسي فيه، كان ده لازم يطلع في جدول لوحده بقى الاحصائيه دي. انت كويس انك جبت صوت وصوره، لكن لو طلع في احصائيه كنا هنكتشف اللي انت بتقوله، ان في تضرر للاهلي ب9 نقاط من اخطاء مباشره بتتحسب من نفس الحكام في حالات اخرى، ها، وفي نفس الوقت استفاده ب6 نقاط للنادي المنافس باجماع الخبراء، واستبعدنا
قناة الأهلي بالظبط، ما جبناش أي اللي كانت بتأكد على كل الكلام ده. ما جبناش أي رأي لكابتن نصر عباس في قناة الأهلي. طيب الزمالك نقطتين بيلعب مع سموحة، ده الحال الوقت ستة، ده انت لسه النقطتين الحكم محمد الحنفي، النتيجة 2-1 للزمالك، ضربة جزاء لم تحتسب على طارق حامد. انتوا بتتكلموا ازاي؟ نشوف. نرجع من الله في اللعبة دي مهمة جدا، نمشي يعني نمشي فريم فريم كده، بس نقف هنا، لا اقف قبل ما يقع اللاعب، نقف هنا، هنا في التحام ولا في هنا اللعيب نمشي فريم واحد بس كده، ايه ده اللعيب بيقع كده؟ اللعيب كده وقع؟ اللعيب كده سقط؟ ما هو حضرتك انت جايبها من ستريت يعني من انا بوز. بس هو كده ما فيش سقوط للاعب، بس هو كان احتلل، واللعيب دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي، مش حاجه ثانيه، هو ده اللي خلى الفار يجيب، لان هو بعد ادي اهو ادي الدخله اهي، هو النهارده ما سقطش ابدا الا لما الرجل جت على الرجل وداس عليه بالشكل ده. اذا النهارده المخالفه موجوده، ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير، لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. الكارثه في اللقطه دي ان الفار جابها، ففي اصرار على عدم الاحتساب، الاحتساب كان قد يؤدي لانذار، وده الماتش ده كان قبل الاهلي. بالظبط. طيب حتى في كاس مصر، كاس مصر الزمالك بيلعب مع حرس الحدود دور ال 32، الحكم عمرو رمضان، النتيجه 3-1، لكن عمرو رمضان عمل ايه؟ ضربتين جزاء للزمالك غير صحيحتين، وطرد غير مستحق لمدافع الحرس احمد القطاوي، ونشوف. في الدقيقة 50 لحميد حداد على احمد سامي، ركله جزاء، هي بقى دي اللي يقال عليها يا كابتن عمر، وكنت بتناقش انا وحضرتك قبل الهوا، انها فعلا ركله جزاء من وحي الخيال، ملهاش اي اساس من الصحه. طبعا هنا بقى نوقف ركله جزاء ثانيه. طبعا ده انا لسه هقول، اعتقد تمام، فاجئنا هو بركله جزاء ثانيه، ركله جزاء غير صحيحه تماما، اطار البطاقه الحمراء وركلة الجزاء الثانية وركلة الجزاء الأولى، تمام، هما نقطة التحول، تمام، دفعوا. هو مفيش فار، مفيش فار كده، كنا يقولوا شبرخي. طيب خلاصة التحكيم، شفتوا الرسم البياني وشفتوا مين الأعلى، الزمالك 54 ضربة جزاء في الخمس سنين، والأهلي اللي بيتجامل 38، وشفتوا الحصاد بتاع السنة دي صوت وصورة، 9 ضربات جزاء، ده الإحصاء البياني، 9 نقاط للأهلي ضاعوا بسبب أخطاء التحكيم، و6 نقاط خدوا من الزمالك، أو 8 ما حسبناش سموح، بالإضافة إلى مباراة الكاس. عمال تتهم الأهلي، إذا ضغط الجدول الأهلي السبب، إذا توقف إمام عاشور الأهلي السبب، إذا الحكام غلطوا في حقك كل ده أو ضد الأهلي، بس يفضل الأهلي السبب. لكن بصراحة أغرب اتهام اتعمل ضد الأهلي ده عجيب جدا في اللي هتسمعه. الكابتن إسماعيل، رحنا لواحد في شبرخيت، أكلمك بصراحة، أنا هكتب يعني. اللي انا شفته قدامي إيه بقى؟ ده أنا راجل بتاع علوم كيمياء يعني، أنا عمل إيه بقى هاني؟ ما عمل شوية حاجات كده، طلع لكم ايه التعابين، فطلع من كل، لا التعابين لا لا لا، فطلع من كل حاجه ايمن حفني، الورقه بتاعته بتغرق في الميه، ما تتريقش عليا، يعني انا راجل متعلم، هو استنى حاجه بس. زي كده، وعليه اسامي اللعيبه، وحط اسامي اللعيبه جوه في الميه زي المراكب واحد. المهم فالورقه بتاعت الكابتن ايمن وقعت، وقعت بالسقف، لا وقعت في ده، غرقت المركب، غرقت في الميه، المركب دي غرقت. وبعدين ايه، كلمت انا عيبا، يعني في حد في الميه شدها، لا 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 حد، الميه ايه، الميه قدامنا اهي، ايوه الميه موجوده، وقت الورقه دخلت، يعني زي ما يكون في حد شدها. الناس تتريق علينا، لا انا حاجاتي شفتها بعيني، انا مالي بقى، صح ماشي. غلط مش مشكلتي ماشي. كلمت ايمن وانا قاعد، قال لي انا عندي اسهال وتعبان، بس كتب شويه حاجات رميناها في النيل واحنا جايين، وايمن نزل وجاب جون قدام الاهلي، الماتش بتاع 1-1 لو تفتكروا. ما هو دي بدون تعليق، في حاجات تعلق تقول ايه والنبي؟ ده طشت غسيل، احد كبار المسؤولين حضرها بواقعه. الاهلي عمل ليمن حفني
وراجل المهندس هاني زاده راح قال لك انا رحت انا واسماعيل يوسف الراجل في شبرخيت باين ولا ايه عمل مراكب لكل اللعيبه كل لاعب. هو انا عايز اسال سؤال قبل الماتش ده كان ايمن حفني جاب كام جون في الاهلي جول؟ قال لك واكتشفنا انه لما كلمنا ايمن حفني انه خلاص. على فكره الفيديو اللي قبل ما يعلق يعني يمكن ده هاني زاده بيعلق على اللي قاله، لكن اللي قاله قال لك ولما فكينا عنه السحر والمركب بتاعته غرقت الشيخ فكلنا السحر ادانا حاجه نفك السحر رميناها في النيل واحنا جايين ايمن حفني لعب وجاب جون. ده الفيديو اللي قاله المهندس هاني زاده، ايمن حفني لعب وجاب جون. بس باشمهندس هاني بعد وقعت الطشت والمركب اللي غرق ايمن لعب وجاب جون، ده مرتضى منصور قال حاجه تانية خالص عن نفس الواقعه نشوفها. فراح زميلنا المهندس هاني زاده ومهندس محمد محي في مدينه اسمها شبرخيت تبع محافظه بحيره. محي ده بيعرف راجل شيخ محترم، فراحوا لقوا مكتوب كده المرض والكسل والخمول لايمن حفني وزملائه. تمام؟ ايمن حفني بقى ايمن حفني بيسخن فجاه لقى حراره 41 كي اسهال بوادر جلطه. في مدربين بيعملوا سحر في مصر، في لعيبه بتعمل سحر في مصر، في فرق بتعمل سحر في مصر، ده موجود، واي حد يقول لك غير كده يبقى كذاب. الله، دايما حفني كان عنده جات له بوادر جلطه ربنا هي يحفظه. هو بيسخن. وهو بيسخن. مش بقى في البيت و وكي واسهال وبوادر جلطه ومكتوب له في العمل بتاعه بالكسل والخمول وال مش عارف العور انت وزمايلك. هاني زاده فك العمل وقال لك ايمن لعب عشان رمينا العمل في النيل لعب وجاب جون في الاهلي. ورئيس النادي قال لك لا ده كانت جات له جلطه. عشان الاهلي عمل له عمل. انتوا متخيلين الاتهام راح لفين؟ انتوا شايفين عقليات يا استاذ ابراهيم الكلام ده لو هو كلام ده بنتكلم في ايه؟ ما كانت خلصت ما ولا مدربين ولا غيره. كان بعت شبر خيط ضد شبر النمله وكنا خلصنا. مش الاهلي اللي بيعمل كده ولا يصح حد يعمل كده، لكن لو عايز تعرف مين اللي كان بيعمل كده اسمع شهاده ميدو. استدعاني رئيس النادي قبل مباراة سموحة ب 72 ساعة أنا وحازم وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته وطلب منا طلب أنا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم. إيه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان ما أعمل لهم عمل وهيتفك الأسبوع اللي جاي. لا 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 دي واحدة قول تاني زي ما بقول لك يا عم. لا قول تاني ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال. انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل وان الراجل بيفكر بهذا الشكل وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكوره وال 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 وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول ده مش موجود في الكوره. لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر. شوف عشان الوقت يداهمنا بقيت كلام ميدو عن السحر ان كان بيركب معاهم شيخ بياخد 7000 جنيه في الشهر اظن في المباراه في المباراه عشان يفك لهم الاسعار او يعمل لهم اسعار. خلاص هم في قناعه ما هو واضح ان الاستاذ مرتضى كرر اكتر مره ومقتنع بالسحر. بس كلام الاستاذ هاني ساده اضاف لانه مقتنع بيتعمل له سحر وهو بيعمل سحر. ما علينا القصه كلها انت متهم انك نادي الدوله، انت متهم ان التحكيم بيتحيز لك، انت متهم ان بتضغط جدول المنافس بتاثر على الاتحادات وقرار الاتحادات، انت متهم بانك تعمل السحر وتيجي الحلقه دي تثبت لك ان كل ده كلام معكوس. انت متهم بالتنمر وانت اللي بيتنمر بيك انت ولاعيبتك، انت كل حاجه تتهم بيها يثبت من خلال الحلقه دي وحلقات اخرى وبرامج اخرى أن الكلام معكوس.
هذا الكلام معكوس يعني في عكوسات؟ لا معكوس، مش انت اللي بيحصل مش انت اللي بتعمل كده مش انت اللي بيحصل لك كده انت الجداول اهي قلنا لكم كم ضربه جزاء، كم ضربه جزاء استفدت منها، كم ضربه جزاء لم تستفد منها، والمنافس بالعكس كم ضربه جزاء احتسبت لك واحتسبت عليك، وشفنا الرسومات البيانيه بتوضح ايه يا جماعه. يعني لانه الاهلي لانه الاهلي.